السلام عليكم إخوتي، معكم معاذ جروب تربية الكناري والحصون بشكل احترافي. اليوم أردت أن أوضح لكم يعني كيف تعرفون أن أنثى الكناري جاهزة. تمسكونها بطبيعة الحال مع تفادي منطقة الصدر، ويعني ترون في تنفخون في جهازها التناسلي بهذه الطريقة. يعني ستلاحظون انتفاخ غير عادي، يعني ستلاحظون انتفاخ كبير في تلك المنطقة، في هذه المنطقة كما هو موضح. لما ترون هذا الانتفاخ فستعرفون أنها جاهزة إن شاء الله، يعني طريقة سهلة، لأنها لما لا تكون جاهزة لا يكون عندها انتفاخ هنا في الجهاز التناسلي. لاحظوا، وبهذا تستطيعون أن تعرفون أن الأنثى تاعكم جاهزة إن شاء الله. السلام عليكم.